اهلا بيكم في حلقه جديده من هاو تو ميك بيتر ميوزك. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ليه الموزع لازم يستخدم ريفرنس. لو انت ما شفتش الحلقه اللي فاتت يا ريت تتفرج عليها وبعدين ترجع تكمل معانا فرجه على الحلقه ديت. ليه الموزع لازم يستخدم ريفرنس؟ في اسباب كتير، ان هو يختار ماتيريال تكون لايقه على الجنر او نوع المزيكا اللي هو بيشتغل عليه، واسباب تانية تنبهه وتخليه يتعلم ازاي يطلع شكل المزيكا اللي هو عايزه صح، وفي اسباب فنيه. فاحنا دلوقتي هنتعرض لشويه مواقف ونشوف هنحلها ازاي وممكن نروح في كذا اتجاه على نفس البيت ازاي. مبدئيا في موزعين بيعملوا ان هم يدي مهندس الصوت اوبشن في بعض التراكات. يعني ايه؟ دلوقتي مثلا عندنا الكيك ديت كان الموزع جايب لي منها 3 اوبشن. هنسمع دلوقتي جزء من البيت بالكيك اللي انا اخترتها وبعدين هبدل بين التو كيكس اللي هم كان مدهمني اوبشن تاني، وهقول لكم انا اخترت الكيك ديت ليه وايه اللي بيحصل اثناء الاختيار. بتبقى غلطه كبيره جدا بتخليكوا تختاروا الماتيريال غلط. طبعا السلسله ديت مبنيه كلها على ان انت تكون بتسمع صح، فلو انت من البدايه مش سامع صح يبقى كل اللي بيتقال دوت انت مش هتعرف تستفيد بيه بشكل كافي. تعالوا نشوف الكيك اللي انا اخترتها صوتها عامل ازاي ونقلب بين التو كيكس التانيين. طيب ديت الكيك اللي انا اخترتها، واخترتها لان من سمعي انا وذوقي مع المقسوم اللي انا بسمعه كتير جايب ان الكيك ديت اكتر حاجه هتبقى فيت مع باقي الماتيريال. طيب ايه التو اوبشن اللي كان الموزع مدهم لي؟ اللي انا اخترتها كانت كيك 2. ركز هنا، لما هقلب هوريك كيك 1 وهوريك كيك 3 صوتهم عامل ازاي. تمام، هنبدا بكيك 2 وبعد كده هغير ما بينهم. اوكي طيب ممكن نسمعهم في السولو عشان الناس تركز بوضوح. دي كيك 2 اللي انا اخترتها مع باقي الماتيريال. دي كيك 1. دي كيك 3. طيب ليه انا ما اخترتش كيك 1 وكيك 3؟ شويه لو انت سمعتهم لوحدهم هتبدا شويه بالك ان الكاركتر بتاعهم بعيد. بعيد يعني ايه؟ لو احنا دلوقتي جينا نسمع كيك 1 هنلاقي ان صوتها اقرب لان هي تتحط في تراك اي دي ام، ممكن تمشي في تراك هاوس، ممكن تمشي سبورتد في تراك تراب وهكذا. اسمع تاني كده، ممكن تمشي كمان في تراك هيب هوب. طيب لو جينا نسمع كيك 3 هنبص نلاقيها رايحة أكتر إن هي تكون ممكن تمشي على نوع زي الجاز ميوزك، زي الروك، ممكن تبقى سبورتيف للكيك الأصلية اللي موجودة، ممكن تمشي في نوع زي البوسانوفا. تعال نسمع كيك 1 وبعدين هنبدل على كيك 3. طيب انا حددت ده ازاي؟ طبعا في حاجة في ودني اللي هو صوت شكل التراكات المقسوم في 2020 عامل ازاي، وبناء عليها اخترت ان كيك 2 هي اللي هتكمل معانا في بقية السامبل، يعني هي ديت اللي هتتحط على البيت. بس واحنا بنسمع البيت هبدل ما بينهم وشوف فعلا الاختيارين التانيين كانوا حلوين ولا لا. الاختيارين التانيين مش حلوين لسبب، في كيك منهم هيفي جدا وفي كيك رفيعة ومش ماشية مع باقي الماتيريال. طيب هو الموزع ساب لي الميشن ديت ان انا اعملها. انت دلوقتي وانت بتوزع المفروض دي بتبقى مهمتك انت، ازاي وانت بتختار ماتيريال بقى تختارها صح؟ اكبر غلطة بتعملها ان انت ما بتهتمش خالص انك تعمل ليفلز بين التراكات وبين بعضها وانك تعمل راف ميكس. بيبقى ايه اللي بيحصل؟ بيبقى مثلا انت دلوقتي بتختار صوت الكيك، ممكن دلوقتي تكون عامل كده موطي صوت التراك بتاع الكيك او انت مش سامع كويس، وتقوم مبدل ما بينهم.
طيب لما انت دلوقتي بتختار والليفلز اللي موجودة مش مظبوطة، ايه اللي حصل؟ بقت الكيك وان هي اللي ليها الاولوية اكتر. ليه؟ لان هي اللي مور بيزي، هي اللي فيها لو اند اكتر. طيب وايه المشكلة؟ لا طبعا مشكلة، لان المفروض انت كموزع تبقى عارف انك لما بتيجي تختار الكيك بتختارها على نوع المزيكا وعلى الماتشنج اللي يحصل بينها وبين البيز جيتار. هل انت في اي مزيكا مقسوم لو اخترت كيك زي كده هتعرف تجيب تراك بيز يبقى في لو اند يعمل ماتش مع كمية اللو اند اللي موجودة دي؟ الاجابة لا، لانك لو جبت كمان تراك بيز كان فيه لو اند كتير جدا مع كمية اللو اند اللي موجودة ديت، التراك كله هيبقى صوته مطفي، هتبقى فيه لو اند كلها كتير على اغنية مقسوم. فمن اكبر الغلطات اللي الناس بتعملها وهي بتختار الماتيريال انها ما بتكونش بانية الليفلز بين التراكات وبين بعضها صح، وبيفتكر ان ديت مهمة مهندس الصوت، احنا نديله الحاجة وهو بقى يختار زي ما هو عايز. فأحسن ناس بتطلع شغل هم الموزعين اللي عندهم فكرة عن هندسة الصوت، حتى لما الشغل بتاعهم بيخلص وبيجي يقول كومنت، الكومنت دوت بيبان ان هو فاهم، وممكن مهندس الصوت يكون غلط او يكون مش مركز مثلا بالقدر الكافي او يكون اختار حاجة وحشة. فلما بيجيله كومنت من موزع يكون فاهم ودارس هندسة صوت وعارف ايه المفروض الحاجة يبقى شكلها عامل ازاي، الكومنت دوت بيكون ليه معنى، بيكون كومنت لوجيك، كومنت منطقي. بيبدأ ساعتها مهندس الصوت يسمع كده بودن تانية فريش بعد لما الموزع سمع ويقول اه فعلا صدق كان عندك حق ديت غلط. طيب تاني حاجة من الحاجات اللي انا عايز انبه عليها ايه هي؟ انك وانت بتنقي السامبل كل سامبل منهم بيكون بفوليوم مختلف، فالمفروض انت لما تيجي تختار سامبل تحاول على قد ما تقدر تخلي الليفل ما بينهم متساوي. ازاي؟ لو انا دلوقتي تمام رجعت ديت بالليفل بتاعها اللي هي كان زيرو صح، لو انت خدت بالك انا عامل ايه في الكليب جين بتاعت الكيك ديت، موطيها عن الكليب جين بتاعت الكيكس التانية. ليه عملت كده؟ لان انا لو سبتها من غير ما اوطيها وانا كمان مش فاهم، ما عنديش فكرة عن فكرة الماتشنج بتاع الكيك والبيز في نوع مزيكا زي دوت، وقمت سايبها وهي الليفل بتاعها زيرو الليفل الناتشورال، تعالوا نشوف لما هنبدل كده هيبان ان دي اقوى واحدة. ليه؟ لان هي اعلى واحدة واتنين على طول، اي حاجة بتبقى اعلى هتعمل بيك اب ليها ان ده الصوت الاحسن، ودي مش حقيقة، ودي حاجة 90% من الموزعين اللي ما درسوش هندسة صوت بيغلطوا فيها. تعالوا نجرب لما نبدل بين كيك 2 اللي انا اخترتها وكانت لايقة مع صوت البيت بتاعنا، ولما نوصل للكيك اللي هي فيها لاودنس اكتر ايه اللي هيحصل ودنا تختارها هي ولا لا. ايه اللي حصل كده؟ ودنك على طول، اي حد مش متمرن واي حد مش فاهم نوع الماتيريال المفروض اللي يكون موجود في الجينرا بتاعت المزيكا ايه، هيقول ان دي احلى كيك ويختارها، وهو بقى مش حاطط في دماغه قصة الماتشنج بينها وبين لاين البيز وبقية العوامل اللي احنا كنا بنتكلم عنها. فلما تيجي تختار سامبل لازم على قد ما تقدر تكون على الاقل عامل ماتشنج للليفل، عشان ما تجيش سامبل يكون صوتها اعلى فانت تختارها. ده الجزء الاولاني من اختيار الماتيريال بالنسبه للموزع ودور الريفرنس فيه، ان انت لما تكون عامل لود لبيت خلصان تمام او تراك خلصان وتبدل بين الماتيريال اللي انت اخترتها وبين ماتيريال التراك، هتقدر تحكم اللي انت اخترته دوت مناسب لنوع المزيكا ولا مش مناسب لنوع المزيكا. في سيتويشن تاني بيحصل، ان انت بتختار البيت على صوته حلو مش على اللي يخدم الحاله. يعني ايه الكلام دوت؟ تعالى مثلا نشوف السامبل اللي موجوده الحاليه ديت اتس اوكي وكلها ماتشنج مع بعضها وصوتها كويس كلوب مقسوم. تعالوا نسمع تاني. اوكي طيب النص الاولاني كانت الكيك اللي موجوده الغلط شويه، حسينا ان المقسوم ده وطرح لي ان هو يكون مقسوم شعبي مش مقسوم من اللي احنا الكوميرشال بنعمله. ايه النقطة التانية اللي انا اتكلمت عنها؟ الفيلينج، انا عايز اوصل ايه لحد بيسمع تراك زي دوت. على الوضع الحالي دي الحالة اللي الموزع عايز يوصلها. طيب لو احنا الكلام بتاعنا او كانت الاغنية دي بتتكلم عن فرح ويلا نسقف وحاجات زي كده، انا كمهندس صوت ممكن يجي في دماغي ان انا اقترح على الموزع بعد اذنك انا ممكن في نوع سقفة ابدله بالنوع اللي انت جايبه يخدم الغرض بتاعنا اكتر. ازاي؟
تعالوا نسمع السقفة الموجودة الحالية وشوف لو بدلتها إيه اللي يحصل في الصوت بتاعنا. دي السقفة اللي الموزع جابها. ودي السقفة اللي أنا جبتها. طيب وأنا بختارها من ضمن التريجر وأنا بختار من السامبل اللي عندي، بختارها وأنا سامع بقية البيت، ما بختارهاش لوحدها. طيب إيه الغرض اللي كان في دماغي؟ والله أنا سمعت الكلام بيقول إن إحنا في حفلة أو إن إحنا في فرح ويلا نرقص ويلا نسقف، فقلت لا السقفة دي مش خدمة الغرض بتاعنا، قمت مبدلها. تعال نسمع السقفة اللي كانت موجودة على الغرض اللي أنا افترضته والسقفة اللي أنا بدلتها. اللي أنا بدلتها تاني حاجة الناس بتغلط فيها، انه بيختار الماتيريال وهو مش سامع الحالة بتاعت الكلام بتقول ايه. فانت ممكن تختار ماتيريال تقول ان صوتها حلو، بس صوتها لا يعني اطلاقا ان هي تخدم الحالة اللي الكلام بيقوله. لو شايف حلقة النهاردة فادتك ياريت تدوس لايك وتشير الفيديو عشان تفيد موزعين تانيين زمايلك. استنوا الحلقات اللي جاية من How to make better music. سلام.